احنا توا في مدينة سبيتلة اليوم، عندنا باش نقول مهرجان، باش نقول احتفال، باش نقول دورة، نسميه مهرجان خاطروا فيه كل شيء، مهرجان سباق الدراجات. هذه الدورة الوطنية الثانية تقع في قصرين، وقت اللي احنا نقولوا قصرين سبيتلة تالا حيدرة، وفما سيركوي باش يدور في المناطق نتاعنا الأثرية الجميلة في ولاية القصرين. فما ثلاثة أنواع نتاع سباقات، فما السباق نتاع الدراجة للجميع، وذاك أحسن بالنسبة لي، أحسن سباق خاطر المواطنين الكل يشاركوا فيه، الوليدات البنيات صغار كبار، أي نوع نتاع وسيلة نتاع الدراجة، هذيك الأولانية سباق الدراجة للجميع، هذيك بالنسبة لنا أكثر حدا تعمل حركية في الجهة. عندنا السباق الثاني اللي هو الفيتيتيس، علاش الفيتيتي مزيانة زادة خاطر يدوروا في وسط المعالم الأثرية، وتكون في نفس الوقت إشهار للجهة وتعريف بالجهة بتاعنا، برشة أنواع متاع رياضات وثقافات نجم وياقوا لهنا. والسباق الثالث اللي هو دراجة الطريق، هو ذاك يشاركوا فيه المجازين، يشاركوا من جميع الولايات، جاءوا بحذانا من البارح تفضلوا مشكورين وبيتين، وظهر يفرحنا بهم شوية، وإن شاء الله تكون ظروف متاع الإقامة جيدة، وإن شاء الله يتعدى سباق خرق العادة. علاش أني نقول نعطيه قيمة برشة سباق؟ خاطر إحنا ما عادش نقولوا هذه إرهاب ولا منطقة مغلقة، ولا إحنا في قصرين عنا النشاط الثقافي والنشاط الرياضي، وهما اللي قاعدين يجلبوا في برشة من الأولاد، يجلبوا في الشباب باش ينخرطوا معانا في النشاط الثقافي والنشاط الرياضي. أنتم ما تتفكروا الصيف متاع الناول، يظهر لي أكثر منطقة وقعوا فيها مهرجانات صيفية، وصدقوني المهرجانات الكل بدوني صفر خطأ، حتى خطأ موقع في حتى مهرجان، فما عنا جواب هذا خرق عادة. كان تشوفوا الانطلاق قدام القوس هذا أو فيه أكبر إشارة، والوصول والسيركوي في وسط المناطق الأثرية بالتعريف. احنا حبينا يكون المناطق اللي يتعدى فيهم، يتعدوا فيه البلود بتاع الدرجات، يتعدى فيها السباق، هي بحد ذاتها تعرف برشا مناطق. السيركوي نتاع هذوما خاطر الفي تي تي ده سيركوي قصير، الدراجه الجامعيه قصير، اما نتاع نهار لحد دراجه التاريخ هو باش يمشيو لبرشا مناطق باش نعرفوا بالقصرين، نعرفوا بالحاجات الجميله التاريخيه الاثريه. احنا ما نساوش اللي تقريبا 30% من المخزون التراث المناطق الاثريه موجودين في قصرين، وان شاء الله بارك الله فيكم انتوما، وان شاء الله بالنجاح للدوره نتاعنا، وان شاء الله ديما الاشغال الاخوات المنظمين قالوا لي الدوره الجايه احنا كنا باش نعملوها سنه مغاربيه، اما يخسر في اخر دقيقه لخيان من الجزائر، من الجزائر ومن ليبيا ما التحقوش بينا خاطر تعطلوا في سباق في سقي سيدي يوسف. الدوره الجايه ان شاء الله تكون مغاربيه، وحسب ما يقولوا المنظمين بوركوا با تكون اكبر من مغاربيه.